كان في وقفه كبيره من المثقفين وسمعنا طبعا على انتفاضه المثقفين واعتصام المثقفين الى اخره. عموم الناس كانوا فين من هذا الموضوع؟ حضرتك جبتي مربط الفرس، هو المثقف دوره انه يستشرف نبض الشعب. وهو في الاول وفي الاخر لا احد يستطيع ان يتنبا بحركه التاريخ. يعني احنا بتكلم احنا ده كمثقفين وفنانين بشكل عام، قلنا ان هذا المناخ الاخواني او المزاج الاخواني لا يناسب الهويه المصري ولا يناسب فاحنا طلعنا احنا مجموعه في الاول كنا افراد من المثقفين والفنانين ابتدت كل يوم الشعب يجي لنا وابتدت تتحول وزاره الثقافه واعتصام وزاره الثقافه آآ الى سرادق منصوب مم. مسرح يتقدم فيه مسرح يتقدم فيه غنى يتقدم فيه رقص باليه كنت لسه هقول يعني حسن اه وغيره مم. ويتقدم فيه رقص باليه شعبي أيوة. اه وابتدى الشعب كله يجي لنا ويستجيب معانا بالتالي بقى يا فندم ان احنا كنا رايحين يعني علشان ما يمشوش القيادات وبعدين لما الناس بقت معانا بقى لا مش عايزين وزير الثقافه. م. وبعدين لما الناس بقت معانا بقى لا مش عايزين حكومه الاخوان وبعدين بقت لا مش عايزين محمد مرسي. م. يعني مين بقى اللي عمل كده؟ اللي عمل كده هو الدعم الشعبي لهذا لي لي التوجه ففعلا في هذه اللحظه من اللحظات التاريخيه فعلا اللي فعلا نجح فيها المثقفين ان هم يستشرفوا رغبه الشعب و ينفذوه. يعني اعتصام المثقفين ده طبعا كثير مننا حضروه وشافوه وفعلا كان في ناس كثير جدا يعني موجودين في الشارع بسطاء و... ومثقفين وسيدات ورجال يعني ده مشهد ده ممكن يتعمل عليه فيلم سينمائي يعني. الحقيقه ده من الحاجات اللي لازم يتعمل عليها آه. أكتر من فيلم سينمائي، م. الحقيقه مسلسل الاختيار السنه دي في حلقه انه أيوة. استخدم أيوة. لقطات وثائقيه تسجيليه, تسجيلية وصائفية منه بس م. هو يطلع منه يطلع منه اكتر من كده والحفلات اللي كانت موجوده والزيارات عايز اقول لحضرتك ان وزاره الثقافه في هذا الوقت كانت نظارا لمثقفي وفناني مصر وسياسيها وكانوا بيجوا علشان يدعموا والشعب العادي بقى بيجي يتفرج وبقى بيجي يشارك يعني فعلا تحولت إلى بؤرة ثقافية ثم إلى بؤرة سياسية لأنها إرادة شعب ابتدت في اعتصامات في حتة تانية في وزارات تانية في محافظات أخرى في مباني محافظات وابتدت الفكرة تتحرك لأن دي كانت إرادة شعب مش, مش إرادة أفراد هم كانوا بدأوا كانوا الطليعة بس دي كانت إرادة شعب